المندائي منظمة هي إحدى المؤسسات المنظمات مجتمع مدني عملت في كافة المجالات. فكرة المشروع جاءت من التعاون مع الايركس، وكانت يعني شيء جميل هو هذا المشروع، انه التحاور حوار الاديان والتعايش السلمي. ان شاء الله ماكو فرق بين مثلا نقول طائفه وطائفه اخرى، كل احنا مجتمعين تحت لوانا العراق. فالمشروع كان يعني شلون تكون على عده ورش. اول مره الورشه الاولى كان اجتماعنا في اربيل، وكانت مختلف المنظمات اللي تعمل على هذا المشروع من كافه الطوائف، من المسيحيه والايزيديه والصوفيه والصعبي المندائيين. صارت الفكرة أنه كل منظمة تعمل على محافظة. مثلاً إحنا صارت علينا محافظة ميسان، وهي اختارينا هذا المشروع أنه يكون استخدام الفنون في التعبير عن التعايش السلمي بمحافظة ميسان. بالبداية يعني كان ترحيب كلش واسع من بالنسبة للموجودين بالمحافظة، ويعني دخلنا مع جماعة السنة والمسيح والشيعة والصابع. أولا وإحنا ما نحب المسميات لأن هاي مو من شيمتنا إحنا العراقيين. فكانت الفكرة كلش حلوة، رحبوا بيها. حسينا من إجينا للطلاب ومستخدمنا وياهم الفنون إنه هم كانت عندهم فد إرادة وفد عزيمة وفد شيء كلش حلو، إنه المراحل الدراسية فقدت عندهم الرسم ومادة النشيد والرياضة، فحسيت عندهم فد متنفس. وانطلقوا من قلنا لهم يعني حتى من سوينا لقاءات ويا الطلاب، حسيت انه ما عندهم هذه التفرقه، انه يقول يعني شنو معناه صابئي، شنو معناه مسيحي، يعني ابد ما عندهم هاي. وكانت يعني احس بمحافظه ميسان التعايش بين الطوائف كلش حلو، ماكو تفرقه. مدينتنا العماره نفتخر، العماره ام الكرم ام الطيب، أبناءها من كل الأديان والطوائف والقوميات، أخوة متحابين وبخيرها عايشة، وحب الوطن يجمعنا. بالمشروع ورش عمل 12 ورشة، كانت الحضور من عندها الطلاب الإعدادي متوسط وابتدائي. كانت بعض المعوقات يعني لاقيناها هو انه الالتزام بالدوام المدرسة، والعطلة اللي شنو نقول الربيعية اللي صادفت بين المشروع وبين عملنا، فحدت شوية من هاي المعوقات اللي صارت عندنا. وبينما كل متعاون، حسيت من دخلنا لهم بهذا المشروع ومسوينا الورش وعندنا أستاذ مادة الرسم، حسيت الكبار أهلهم يعني هم رادوا يرسمون، هم يطالبون. حتى الأطفال اللي بالروضة يعني حسيت بيهم يأخذون الألوان ويرسمون، ويعني فتشي كلش حلو. إحنا أخذنا أستاذ بالرسم يدرس إعدادي متوسط، ويعني هو الأستاذ علاء، يعني شرح لهم بالبداية شلون التعايش وشلون أكو الشغلات اللي صارت بالعراق وعن حضارة العراق وحضارة وادي الرافدين، وبدأ يرسم لهم.
وعلمهم النقاط والبعد يعني فد اشياء حلوه مرتبه بالرسم. مثلا نقول لهم انتم تذكرون انه اكو فد شيء كان بالعراق مثلا شلون نقول هاي الزقوره بابل مثلا الجامع شلون بدا يرسم لهم حمامه السلام يعني فد هواي اشياء بثب يعني بيناتهم ويقول لهم انتم رسموا وحاولوا ترسمون بالبيت وتراهم يرسمكم يعني كلش كان فكره كلش رائعه. الرسم يعلمني يعني مثل البهجة السرور يعلمني يعني شلون أكون جدي يعلمني أحب المحبة والسلام لطائفتني وإخوتني الإسلام والشيعة والمسيح. السلام عليكم، اسمي مريم مات الجبار صف رابع، وهذا الرسم كتير وايد حلو المسلم على مسلم الشيعيين. شال الدين من مختلف الطوائف كلهم متعاونين وحبوا هاي الفكرة، ويعني حتى انه شكرونا على هذا الشيء، قالوا انتوا طلعتوهم منفد يعني شلون خليتوهم يتنفسون الصعداء مثل ما نقول، لان هذا فد متنفس لهم يعني شلون انه الحياة الدراسية يعني يمرون بيها وشلون صعوبة الدراسة وهاي، انما هذا التنفس متنفس لهم العفو. بالنسبة لرجال الدين يعني اقدم الشكر الجزيل للشيخ نظام، هو رئيس مجلس الطائفة الصالئة المندائيين بالعمارة محافظة ميسان. يعني الرجل كان ويانا خطوة بخطوة، هو ساعدنا باللقاءات، ساعدنا بجمع التلاميذ من مختلف الطوائف، حتى بالموافقات مجلس محافظة يهيئ لنا القاعات، إذا ما كان مثلا مرة من عندهم كان عندنا لقاء بالكنيسة وإحنا خليناها يعني مرة تكون بالمحاضرة بالكنيسة، مرة بجامع، مرة بحسينية، ومرة بالمندي المعبر المعبر الصالئة. ف يعني شاءت الظروف أنه الكنيسة هذا اليوم مستغلينها عندهم طقوس دينية خاصة بهم، فاعتذروا الناس. الشيخ بكل رحابة صدر رأسا هيئ القاعة مالت المندي ودز جمع الطلاب كلهم وترتب. خيراتنا العراق، هدفنا حب العراق. Yeah.
نزل بس الار بس اي اي عادي مش موضوع غير الجمال الباب وهذا هو بس هو الجمال عادي يا رجل جمال ما يبغى دخل بوي هو بوي 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 شلونكم الشباب؟ البنات شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اول شيء نشكركم، نشكر اداره المدرسه اللي سمحت لنا بهاي الفرصه انه نلتقي بيكم واخذنا من وقتكم. ندري انه دروسكم انتهت ودوامكم انتهى، جبناكم واخذناكم هنا. انا كان المفروض اليوم تجي وياي السندس لكن الظروف معي ما قدرت تجي. انا علي جاسم من محافظة البصرة، تجمع الدين القاضي مندائي. يعني المندائي تعرفون انه منظمة هي صابية لكن مو صابية بحتة. انا مسلم شيعي عم عضو بهاي المنظمة وعندنا اخواننا من السنة ويانا بالمنظمة البصرة عندنا من المسيح. احنا ان شاء الله تعرفون الموضوع اللي جاي عليه هو مو فقط مسألة تعليم المدرسة. احنا تشوفون جمعنا انه بعض المسلمين السنة والشيعة ومن اخواننا الصابية هم لجوا، وان شاء الله اخواننا المسيح لا قدروا يجونا بعد قريب جدا لا قدروا يحكون علينا. وعندنا يوم الجمعه او ربما يوم الاربعاء عندنا زياره للكنيسه ايضا، يعني نجتمع كل احنا ايضا هم على موضوع الرسم. الغايه عندنا هو استخدام الفن، استخدام الفن بالحوار المدني للتعايش السلمي. هذا الجزء الثالث وهذا الجزء الرابع، هذا هنا وذاك هنا، فالخو هاي جو، هذه تمثل القدم، هاي تمثل العقل بها بها البخور. لا كذا ما يقدر كل اجزاء الاركان الجسم. خذنا صور هذا جاي يصور، هو فوتو هو فيديو. اي وين هسه الشمس هي الشيء اي بس اريد شنو اريد حتى بثينا بيهم روح التعاون والتعاطف، انه تجاوزنا هاي مرحله انه ما اكو تفرقه بين الاديان. وقلت لك بالاساس محافظه ميسان ما حسينا بيها هذا الشيء. هي واحده من اهداف المشروع انه جمع هذول الاطفال او التلاميذ بنشاط لا صفي سويه وبث بيناتهم روح التعاون والتسامح وال يعني شلون بناء السلام بيناتهم، انه ماكو تفرقه بين الاديان، انه فشي رائع هذا الشيء اللي سويناه. ان شاء الله ما نخلي الغير او الاجنده الاجنبيه تتدخل بيناتنا وتسوي تفرقه بين هذا المجتمع وبين هذا الطيف الجميل من مختلف الاديان. الشباب لم يكن همه أن يستقل أو يمين أو يمين. نستقي من الردى ولن نكون للعبد كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المعبدة وعيشنا المنجدة، ذلنا المعبدة وعيشنا المنجدة.